هن اللي عم بيسعوا انه يوصلوا له. الخماسية كانوا عندك بالسرايا، كثير بينحكى انه في خلافات بيناتهم وفي ما بعرف شو، دائما بينسمع هيك اقاويل او هيك تحليلات، ولكن بالواقع دائما في تصريحات من قبل سفراء الخماسيه ونحن موقفنا واحد، نحن متماسكين، وفي علامات استفهام حول السفيره الامريكيه الجديده وموقفها. شو فيك تنقلنا؟ شو الصوره اللي انت لمستها؟ نقلوا صوره انه هن اولا ما عندهم مرشح، حريصين على لبنان وحريصين على انتخاب رئيس جمهوريه باسرع وقت ممكن. هلا في خلافات، ما ظهر امامي اي خلاف، وانا بعد وقت قبل ما يخلص الاجتماع قلت لهم انا شعرت بهذا الاجتماع حقا انكم يد واحده باصابع خمس، فكل اصبع له دوره، فهو كل واحد عم يلعب دوره من الخمسه، ولكن انا متاكد انه الثوابت الاساسيه متمسكين فيها الخمس دول. طيب في عندهم طروحات حتنطرح هلا قريبا جدا وحنشوف لو بتوصل. طروحات مبنية على معايير ومواصفات مش على أسماء. لا طيب. ما في أسماء، ما طيب في ما بس دولة الرئيس. أنا واللي قلت لهم يعني نعتبر أنه كل واحد، كل من يحق له الترشح بيترشح، ما وبس خلينا نوصل لقاسم مشترك على الانتخابات، ويكون في مثل ما قلت أنه في ما حدا يعتبر رئيس جمهورية إجا تحدي للآخر. بس إذا بنضلنا ما بيحمل لبنان تحدي للآخر يا جماعة، ما عم أقول يكون موافق عليه، بتقلي عن اسم بقول لك إيه كتير منيح كويس، يمكن انا ما اطرحه، بس 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 ما يكون تحدي لاي طرف. هل فرنجيه تحدي اليوم حسب منه ظاهر انه لن يكسب منه، ما عنده كل الوفاق، معظم الوفاق الوطني اللي بيكون لهلا بيقدر هو يوسع مروحته ويعمل اتصالاته يفتح مع الجميع ويبطل تحدي فلتكن. هل جوزيف عون تحدي؟ ما انطرح، ما على سألتني انا يعني ما بعرف اذا تحدي، يعني معقول يوصلوا هلا الاعتدال او شيء على اسم، ما بدون يسألوا هل هيدا التحدي لألك، هل أنت بتوافق عليه؟ ما سمعت كلام سلبي بالموضوع. لما بتقول يعني صرختك بمجلس النواب حتى لو شطب من المحضر، بس روحوا انتخبوا رئيس وحلوا عني، يومين عم ننجلد ويومين عم ننضرب وكأنه عم نعمل شيء لنفسنا، ونحن كل شيء عم نعمل أنه نحن قدرنا نتوصل لموازنة انعملت بوقتها تمام، فيها شوائب فيها تصليحات منصلحه، بل احنا فريق واحد لمجلس النواب، هو عنده هدف وانا عندي هدف، الحكومتي عندها هدف، نحن كلنا بمركب واحد، كلياتنا بدل ما نجي نقول كيف نشتغل سوية وكيف نقدر نشتغل لحتى نقدر نعمل بكل بعمل مشترك لانقاذ هالبلد، بسمع انه عم تجوا تقولوا انا يعني كنت لازم اقول لهم اكثر من هيك، انتخبوا رئيس لحل عنكم، ما زال كل المصايب صارت نازله ويعني بتعرف انت جزء كبير من الوزراء تغيبوا وكليته وكل الكلام، وانا على 3 ايام قاعد على الكرسي وعم بسمع وكليته جلد. طيب حلي اولى يعني بالنهايه انا بني ادم. طيب هيدا الكلام، هاي الجمله موجهه بالدرجه الاولى لمين تحديدا؟ لا 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 للكل ولا لحدا طرف معين؟ لا لا ما في عند طرف حدا، بس في طرف معين اليوم بلبنان لا بده ينتخب رئيس جمهورية، لا بده يشارك بالحكومة، لا بده ينزل على مجلس النواب إذا بعتنا مشروع قانون. وبعدين طيب شو المطلوب؟ تنهار الدولة؟ طيب ما نحن شو مطلوب؟ تنهار يقولوا لنا يا عمي إذا هيدا هو المطلوب، والله أريح لنا نحن أننا نقدر، بس هيدا ما بنسمح له. بتقولي في طرف لا بده ينتخب رئيس ولا بده ينزل على الحكومة ولا بده وبده يحاكمك، هيك عم بقولها، ما بقولها غير أنه لا بده هيك ولا هيك ولا هيك. وما بده يحاكم وبده يحاكمني وبده يلحقني. هل مستعد للمحاكمه؟ انا لها. نجيب ميقاتي رئيس حكومه لبنان، هل مستعد انه فيما لو جبران باسيل جمع 26 توقيع عريضه نيابيه، هل مستعد للمحاكمه؟ نحن لها، واذا ما جمع 26 بده يعني انا اقدم اخبار بنفسي على مجلس نواب، مستعد امنع مجلس نواب، لانه الموضوع عندي واضح تماما، لا يمكن فصل السلطه والمسؤولية والصلاحية عن بعضها البعض، فأنا أعطيت السلطة فبدي يكون على قدر المسؤولية، مسؤوليتي تخطي بأن أقوم بواجبي كاملا بهذا الموضوع، لا عم أمور شخصي ولا لنفسي، فبالتالي الأحرى يتحاكم من هو تقاعس عن القيام بدوره، مش اللي بيقوم بدوره، اللي بيقوم بدوره صار بده يتحاكم، واللي ما بيقوم بدوره لحتى يصير في فراغ هو ما بده يتحاكم، اللي ما بيجي على مجلس وزراء ما بده ما بيتحاكم، اللي بيتقاعس على مجيء على مجلس وزراء ما بده يتحاكم، او اللي بيفرض اقتراح امر معين لاستقامه اهم مؤسسه عندنا اياها بلبنان هو بريء.
اسمحوا لنا، فنحن لها وأنا هيدا بتكون مناي يصير. أها يعني بتشجعه 100%. يا ريتني نائب كنت مضيت معه. طب ما بتمون عن نواب يمضوا؟ بده خلص بمضيله. بس دولة الرئيس، خلينا نرجع، يعني هو قال إنك دبحت الطائف واغتصبت الصلاحيات وأفعال جنائية وما بعرف شو كل هذا الأمر، وصّتوا على صلاحيات فخامة الرئيس، هيدا الدستور، هيدا الدستور أمامي بكل بكل مواده. بس الموضوع القصة وما فيها إنه هيدا مش بس وجهة نظر الوزير جبران باسيل. نعم. أيضا القوات اللبنانية لمحت وانتقدت، وهيدا البطرك الراعي حكي عن دويكا، يعني يعني وصل لك طالتك الانتقادات من أكثر من طرف مسيحي ومن أطراف مسيحية أساسية، من البطرك الماروني للقوتين الأساسيتين القوات والتيار. لا أريد أن أتكلم طائفيا، لأنه بعتقد حتى صاحب الغبطة اللي له مني كل احترام بيعرف تماما أني أنا مش شخص طائفي ولا بشكل من الأشكال، وبيعرف هالشيء وأنا عيقين أنه بيعرف. وأنا يوم اللي صار فراغ الرئاسي أول زيارة عملتها لصاحب الغبطة لحتى نكون موجودين، مجلس وزراء مسلين فيه كل الطوائف. نحن 24 وزير، في 6 عم بيغيروا بطريقة مستمرة، بس في عندي 7 وزراء مسيحيين عم بيحضروا، فالمسيحي موجود. مش ضروري يكون المسيحي القوي يكون ممثل، ولكن المسيحي وهن عم بيوقف موقف بعدة محلات، موقف معارض لبعض الأمور. وأنا أي شيء بحس مجلس وزراء أنه ما عم بيكون إجماع عم بجرب يا أجله يا ما حطه، لا أني ما بدي أي إشكال، ولكن أنا عم بقوم بواجب الدستوري اللي بيقول في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس جمهورية وكالة بمجلس وزراء. فأنا مجلس وزراء هو بغياب رئيس جمهورية اليوم بتقلي تصريف أعمال على أساس ما تصريف أعمال على سنة ونص وبترك البلد تنهار قدامي وأنا موجود ومسؤول. طالما أنا بإيدي السلطة أنا مسؤول ضمن صلاحياتي. صلاحيات رئيس وزارة يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل. أنا عم بعطي التوجيهات كلمة هون لحتى ما يقولوا، لأنه من لائقة لما وضعوا الطائف يقولوا التوجيهات يعطي الأوامر. التوجيهات بكل الأعراف، محكمة العدل الفرنسية، الاتحاد الأوروبي بيقول ديريفاتيف، اللي هي التوجيهات اللي هي عم تنعطى هي أمر بده يقوم فيها. وقت أنا بودي مكتوبين لوزير الدفاع وبعطيه التوجيه بقول له بعت لنا الأسماء لحتى نحال، ببعت لي برد لي بمكتوب بيقول لي هيدا أمر كتير مهم، ولكن أنا بشوف إيه تمودي لك إيه. برجع بودي له مكتوب تاني بذكره فيه بيقول لي حودي لك إياه هون، وما ودى شيء. وانتظرت وصار جدد سنة لقائد الجيش وقدموا طعن لمجلس دستوري. خشيت أن يكون خلال هذه الفترة أن يقبل طعن قائد الجيش مجلس دستوري، شو بصير بالجيش فراغ. فبالتالي قل لهم أنا مستعد أني أقدم أي مجلس لحتى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كون أنا حاضر، ولكن أنا لن أتعرض لوزير الدفاع لأنه له مني كل احترام، وهو مثل ما قلت لك عسكري وعنده مناقبية كتير كبيرة. ولكن كمان أنا إذا بدي أتلاحق بالخيانة العظمى هو بيتلاحق بالإخلال بالواجبات المترتبة عليه بحسب مادة 70 من الدستور، ولكن أنا ما حلاحقه لأنه بعرفه حرام مش قرار بإيده.